دورة مميزة، عودة حلوة، تزامناً مع مرور 50 عام على انطلاق الحركة المسرحية في دولة قطر. احنا سعيدين جداً في مركز شؤون المسرح في وزارة الثقافة بالنجاح الكبير اللي حظي به انطلاقة وعودة المهرجان بعد انقطاع 5 سنوات. الجيل القادم وهو يعشق المسرح بكل شغف، هذا مصدر فخر واعتزاز. المسرحية كانت وايد حلوة، اللي هي مجلس العدل لتوفيق الحكيم، كان فيها إسقاطات عن الفساد وعن الظلم اللي يواجه المجتمع، وأنا وايد سعيدة بالمهرجان والفعاليات اللي قاعد تصير هنا في قطر. حبينا نجمع بين الجد وبين الكوميديا عشان نوزنكم وتكملوا، يكون التركيز معانا، لأنه لو خليك المسرحية كلها جدية وقضاء وحكم أظن راح تكون مملة يعني.